مستشفى العداء روح شوفه. وحدة منطقة التعقيم ما في القلب طالع. أنا بسأله سؤال وزير الصحة، خلي يطلع لي كم عدد الوفيات بمستشفى العدان مقارنة مع المستشفيات الأخرى. ماشي. كم الأخطاء الطبية بمستشفى العدان مقارنة بالمستشفيات الأخرى؟ ماشي. وحالات الوفيات مستشفى العدان أقدم مستشفى بالكويت مع الأسف، وأكبر مستشفى وأسوأ مستشفى الآن، حتى أسوأ مستشفى. كل يوم نسمع أكبر مستشفى فيه أخطاء، أكثر عفوا مستشفى فيه أخطاء طبية هو مستشفى العدان مع الأسف. ليش كثرة الأمراض مستشفى العدان؟ ليش الأخطاء الطبية موجودة بمستشفى العدان؟ أكثر الوفيات مستشفى العدان.